متابعين الكرام، رفقت لكم صورة اللي أنا واقفين حدرة. هذا أرطع، اسمه الأرطع العملاق. الآن حنا يعني صرنا ما نزرع على الأرطع حقنا، هذا حق الدهنة إلا قليل جدا، والسبب طبعا في الأصل أرطع العملاق وأرطانا واحد، لكن الأرطع العملاق بالربع الخالي هو موجود، بدأ يكبر بسبب الرياح وبسبب الجفاف والرمل خفيف، وبدأ تطلع السيقان حقاته وبدأ يرتفع، فتحول من صغير بدأ دائما يصير مرتفع. لو تلاحظون عندنا بالنفود حنا دائما اللي بروس الطعوس فوق طويل، تلقاه عودان طوال، تحول لها الطريقة هذه. المهم جبنا طبعا بذور واحدة مرة والشكل واحد والهدب والعروق وكل شيء. المهم زرعناها حنا العام الماضي وما شاء الله تبارك الله، يعني أبدع. الصورة اللي أنا أرسلتكم تو هذه واحدة منهن، وشوفوا الحين هذا هو زرعين حنا منوها الحين، يمكن تقريبا أقل شيء 100,000 زرعين منوها، أقل شيء 100,000 شتلة والله الحمد. وشوف عليه سوق وانصحبه أنا بقوة، وسمح الأرطة سمح، تسقيها أول مرة ثاني مرة وانتهى سلام خلاص. اللهم صلي وسلم على محمد، ما شاء الله تبارك الله. يلا تخطم علينا التوت هذا التوت الصيني، تبي تشوفون إن شاء الله تعالى بعد شهرين أبوريكم شلون إنتاجه الجنوني. هذه شتلاته، إنتاج جنون بإذن الله تعالى، بتستغربون من كثرة الإنتاج التوت الصيني. بنوريكم إياه إن شاء الله تعالى بعد فترة.